الراكورات جاهزين والنص جاهز وما صفي إلا إني أترك أمري لحاله. سعيد، هي الجملة بالنص اللي عم تشتغل فيه؟ لا، هي الجملة بالتحديد بقى من تأليفي، من وحي حبي لألك، من وحي أحلى عيون. لا، مو متجوزة ممثل بس، وشاعر كمان. لسه ما شفتي شي، أصلاً لساتني بأول الطريق. بأول ولا بآخر، المهم الهدف اللي راسمه الواحد. بتعرفي أهم هدف وأجمل هدف وأحلى هدف بحياتي تحقق. شو هو؟ زواجي منك. سعيد، الساعة رح تصير 7 ورح تتأخر وتأخرني. ها ماشي، يلا لوصلك بطريقي. لا معلش، أنا بروح لحالي مشان ما تتأخر على شغلك. شرفي. شو؟ معقولة طيب؟ الشنطة والجاكيت ودفعت الدولار.